كما كتشوفوا معايا حبيباتي وها هي يعني طاب ليا الخضر والعدس ديالي والروز دابا غنتسناها حتى تبرد ليا كما كتشوفوا باقي البخار ديالها طالع غتبرد ان شاء الله ونطحنها من الفرماجه اللي ذكرت ان شاء الله عند التقديم الاخير اللي غادي نقدم فيه ان شاء الله الشوربه ديالي الا كنتو بغيتوها تبقى شويه جاريه كديروها يعني ما كتكثروش الماء وإذا بغيتوها عاقده كما غندير لها انا يعني نقصوا الماء شوفوا معايا حبيباتي بعد ما طحنا لا ديالنا او الشوربه ديالنا ديال الخضر هنا كما كتشوفوا انا خليتها بين وبين ما بين عقده و يعني جاريه نتوما على حسب كما قلت الا كنتو بغيتوها يعني شويه يعني مطلوقه غتخليو الماء يعني طحنوا اكثر الا بغيتوها عقده بحال اللي درت انا يعني متوسطه غديروا الخضره قد الماء كنتمنى يعجبكم لا فيديو ديال اليوم وينال ارضاكم وتبارطاجيو مع صحابكم احبابكم ما تنساوش بالنسبه للناس اللي عندي جداد في القناه يضغطوا على الجرس ويعملوا اشتراك باش دائما يوصلهم الجديد هذا كما قلت ضمن السلسله اللي غتكون ان شاء الله الرمضانيه ان شاء الله على الابواب هو شهر شعبان نتمنوا ان شاء الله يوصلنا ليه يا ربي امين بالف صحه وسلامه يا ربي يعني نتمنى تعجبكم وراها جد صحيه وصدقوني كتجي بنينه يعني بلا ما درت فيها والو من غير الفرماج فرماج شواكب كيبقى يعني اختياري بغيتو ديروه ما بغيتوش ديروه اختياري وهنا كما كنقول لكم يعني الخضر كتكون صحيه بالنسبه لينا كنتمنى يعجبكم لا فيديو اليوم وينال ارضاكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته الى فيديو قادم ان شاء الله